حاجة مذهلة بصراحة، حاجة مذهلة. يعني دول لازم يتحبسوا، عارف؟ لو عليا، لو في قانون يقول يتحبسوا، هبحبسهم دون أن تأخذني بهم شفقة أو رحمة، والله العظيم. طيب تعالى تتفرج على مصر. أصل مصر دي كبيرة قوي 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 قوي، والله 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 لو أنا مش مصري هقول لك نفس الكلام. مصر صديق وفي، أخ حقيقي لمن يريد. مصر علاقتها بإفريقيا هي علاقة التاريخ، علاقة الأنثروبولوجي، علاقة الجغرافيا، وارد، وفي علاقة السياسة وارد، لكن ما يربط مصر بإفريقيا هناك بعد آخر، هو فعلا المحبة الحقيقية والإيمان الحقيقي إن إحنا مع بعض نمرة واحد دون منازع. ولازم تشوف شكل العلاقات ما بين مصر وما بين تنزانيا عاملة إزاي. مش بس السد، المسألة أبعد من كده. مصر حفرت تقريبا حوالي 60 بير جوفي في تنزانيا. ليه؟ عشان نوفر مية الشرب للمناطق اللي بتعاني من ندرة المية في هذه المناطق داخل تنزانيا بالتحديد. ليه؟ عشان مصر بلد كبير، عشان مصر بلد وفي. مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. لو قعدنا نحكي على العلاقات المصرية التنزانية سوف نتحدث بما يزيد على 10 حلقات، مش كده؟ بالضبط. ومش بس تنزانيا الحقيقة، يعني مصر وجميع دول حوض النيل الحقيقة تاريخ طويل ومشرف من الأخوة والتعاون والصداقة اللي بتربط مصر مع جميع دول حوض النيل، تنزانيا وجميع الدول. الحقيقة علاقات مستمرة ووطيدة على مدى عشرات السنوات بين مصر وجميع دول حوض النيل، وده شيء بيساعدنا ان احنا نكون ايد واحدة كلنا، مصر وجميع دول حوض النيل. احنا اخوات اولا واخيرا طبعا، فرة واحدة ومصير واحد ونهر واحد بيجمعنا كلنا، شريان حياة بيجمعنا كلنا، ودوت شيء مهم جدا احنا بنكون دايما حريصين عليه. ويمكن يعني احنا مثلا شفنا من حوالي اسبوع الدكتور هاني سويلم كان في زيارة رسمية لدولتي السودان وجنوب السودان النهاردة، وبكرة بإذن الله في دولة تنزانيا الشقيقة، جولات مستمرة لسيادة الوزير للتأكيد على العلاقات الأخوية القوية اللي بتربط مصر بجميع دول حوض النيل. ومصر في هذا التعاون بتقدم دائما يدها بالخير وبالنماء وبالتعمير في جميع دول حوض النيل، زي ما حضرتك ذكرت كده في تنزانيا مشروعات للمياه الجوفية، 60 بير جوفي مصر قدمتهم لدولة تنزانيا الشقيقة. في بعض الأماكن بيكون فيها مثل مناطق نائية ما فيهاش مصادر للمياه بشكل مستديم، مصر ساهمت بحفر 60 بئر جوفي في تنزانيا لتوفير مياه الشرب للأهالي في هذه المناطق. يمكن مش بس الموضوع حفر الأبار دوت موجود في تنزانيا، ولكن موجود في العديد من الدول زي جنوب السودان مثلا. الأسبوع اللي فات احنا حفرنا آبار كتيرة، وسيادة الوزير زار أحد هذه الآبار اللي تم افتتاحها مؤخرا في جنوب السودان. فده شيء مهم احنا دايما حريصين عليه، انه بنشوف احتياجات اخواتنا في هذه الدول محتاجين ايه الأهالي بيطلبوا، وبالتالي بننفذ هذه الطلبات، بننفذ احتياجات المواطنين، بحيث المشروعات اللي بيتم تنفيذها من قبل الدولة المصرية في هذه الدول يكون بينعكس بشكل مباشر على المواطنين، إن أنا بعمل مشروع فعلا بيخدم الأهالي بشكل مباشر في مجال المية، سواء محتاجين آبار جوفية، أو في بعض الدول بيبقى مثلا عندهم مشكلة
احتياجهم لحصاد مياه الأمطار. مصر نفذت سدود لحصاد الأمطار، نفذت أعمال لإزالة الحشائش من بعض المجاري المائية، ودي كانت بتسد وبتمنع الملاحة النهرية، ودي مهمة جدا في هذه الدول للأهالي وللصيادين. فدايما الدولة المصرية حريصة أن هي تشوف الأهالي عايزين إيه في هذه الدول، وعلى أساس دوت إحنا بنتحرك وبنقدم وبنساعد، وبنعمل دوت بروح كبيرة جدا من الأخوة والمحبة والتآلف اللي بتجمعنا مع جميع هذه الدول. طيب عظيم جدا، أشكرك باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. ده اللي قاله باشمهندس محمد غانم، كلام مهم جدا.